بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في الفيديو الحصري اللي وعدنا حضراتكم بيه، هنتكلم فيه عن مكون طبيعي رباني مجاني، وهنقول البدائل بتاعته. بيقضي على جميع أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات والسموم، وبيعزز الجهاز المناعي للجسم، بل بيساعد على حرق الدهون، وكمان بيحسن من الخصوبة والإنتاج. قبل ما نبدأ الفيديو حابب أرحب بكل إخواتنا المشتركين الجدد في القناة، اهلا بحضراتكم، وخلي الشكر تقديري لكل اخواتي اللي بيدعموا المحتوى سواء بتعليقاتهم او بلايكاتهم او بمشاركتهم للمحتوى، طبعا فضل على خيرك فاعل. ايه هو المكون بتاعنا؟ هو الاوزون. الاوزون اللي بيرمز اليه بالرمز الكيماوي اسري. انا ممكن استعمل الاوزون، اجيب مية الاكسجين او بيروكسيد الهيدروجين، بس بجيب التركيز اللي هو مثلا بيبقى ممكن مكتوب عليه 20، بس اهم حاجة يكون تركيزه مكتوب كده بخط صغير، احاول اظهر لكم تركيزه 6%. ده بستعمله اهم حاجة على عطش، لانه بيتكسر لما بضيفه للمية، بيتكسر في خلال نص ساعة. زي ما انا قلت الاوزون سريع الايه التحلل، فبجيب انا التركيز ده واستعمله بجرعة 1 سنتي على اللتر، ممكن ايه لمدة 3 ايام لو هو حالة وجود مرض. لو انا بدي وقائي كده او تنشيط للجسم، ممكن ادي يوم مرة كده في الشهر او مرتين في الشهر. طبعا الاوزون ما بيخش بيمتص، بيخش الدم، ذرة الاكسجين بتأكسد البكتيريا والفيروسات والسموم وتخلص الجسم منها، وبتزود الدم بالاكسجين اللي بيزود من حيوية الجسم ومناعة الطائر، وبيزيد عملية الحرق، بالذات بيخلص الجسم من الدهون او يمنع تليس الطيور. اهم حاجة ان انا ما اسيبش العبوة كمان في الشمس او في درجة حرارة مرتفعة، عشان ممكن بيحصل لها انفجار او تحلل لماء الاوزون جواها. طبعا بستعمل كمان، انا هنا عامل فيديو على القناة، بستعمل الاوزون او ماء الاكسجين اللي بيجي من الصيدلية، بستعمله في التخلص من الجدري، في علاج الجدري. ممكن اضيفه في ماء الشرب، وممكن عمليه الكي ان انا بعمل له عمليه مسح للحبوب او البصرات المتكونه، وبيكويها وقتي وبيتم العلاج وقتي، يعني في دقائق بتنتهي البصره وبتنتهي الحبوب وبينتهي الجدري من جسم الطائر، او مظاهر الجدري من جسم الطائر. زي ما احنا شايفين كده في بصرتين جدري اهمت، ممكن يكون قرص ناموس عادي خالص. هنبدا نتعامل مع الزغلول ده، هنشوف هنتعامل ازاي. نفتح الاول بقه، الحمد لله نضيف، هي البصره هي بس جايبه من البق من جوه. هنشوف هنتعامل معاه ازاي. تمام اهو، وتاني بصره اهي، تاني بصره اهي، وتالت بصره اهي. نجيب لو في قطن ودان ماشي، مفيش قطن ودان ماشي، مفيش، انت تصرف بالمتاح ليك. طبعا انا هبدا اتعامل في 100 اكسجين اهيت، لو في 20% ماشي، 30% برضو شغال والافضل يعني. طبعا انا فضيت 100 اكسجين هنا اهوت، وهبدا ايه امس دي كده. خلاص دي كده بقت معايا مبلوله 100 اكسجين اهي، اخليها هنا كده. اجيب حته قطن ناشفه وابدا ان انا اجي على بق الفرد. شايفين البصره دي كده؟ شايفين باينه معاكي؟ شايفين البسطة دي؟ هشيلها خالص بالراحة كده اهو اهو اهو، هشيلها لبرا عشان ما يبلعهاش. هي بتبقى ماسكة جامد شوية مش زي الكنكر. هاي شايفين انا كده نضفتها اهوت. هي كده نطفت شوية اهي، طيب شوف بقى نبدأ نتعامل معاها بمية الأكسجين. طبعا
طيب تمام، وابدأ ان انا اشوف مكان البصرة التانية اهي، وابدأ برضو ان انا اتعامل معاها. الاول انضفها كده اهي، هي ناشفة. طبعا اهم حاجه ما تجيش جوه بق الفرد او عند عينه. بصوا كده البصله بعد ما كانت سمره بيضت اهي، تمام بيضت خالص اهي باينه. يعني بنضف فيها كده بتبيض معايا اهي. ماشي احمد، بين ايدي وانا شغال. طبعا انا غامس دي في مية اكسجين، القطنة ديت شغالة خلاص تمام. يبقى انا كده عملت اخطر واحدة اللي هي هنا عند المنقار، تمام، وعملت اللي جنب المنقار تحت المنقار. في واحدة هنا فوق المنقار عند الدين، انا اشتغل بحرص عشان الدين. شوفوا شكلها ايه قبل ما الشغل، شايفين شكلها باين اهو. خلاص هي كده انتهت اهي خلاص. خلاص كده ابيضت بالشكل ده كده شايفين. طبعا انا معايا قطنة مبللة، دي مادة كاوية طبعا يا جماعة. انا كنت هشتغل بالفورم بحمض الفورميك، بس هيبقى شديد ممكن يأثر على العين، فدي تعتبر اقل ضرر يعني. تمام بصلات ابيضت اهي، حاولت نقول والله ابيض كده انكوت. دي كانت اخطرهم اللي هي جوه الفم. والله المستعان. طيب انا كده خلصت تمام. اديله بقى ايه سنت زوفوراكس لمدة يومين او ثلاثة. تمام انا اخدت اهو سنت بالسرنجة من الزوفوراكس، ببدأ ان انا اكمل السرنجة مية اهو. انا من السرنجة دي 3 سنت، سنت زوفوراكس وبكمل عليها 2 سم ميه تمام، وبيجيب بق الفرد بسم الله. وديتها بق الفرد اهي خلاص، مفيش اي مشاكل خالص. كده فرد الحمام معايا اهوت، انا كويت له الحبوب يعتبر او البصرات بتاعت الجدري، واديت ايه زفوراكس عشان يهدي التقرحات بتاعت الجلد لو في اي تقرحات ما يظهرش في اماكن تانية. طبعا الحمد لله مش ظاهر بس غير في الثلاث بصرات دولت تمام. ممكن انا برضو اعمل حاجه تانية احتياطي اعملها دلوقتي، ان انا اقص جنتيان. هجهز جنتيان اهي،
دي جنتيانا زرع من اي صيدلية. تمام تمام وابدأ اعمل عملية ايه؟ مس. تمام دي برضو علشان زيادة احتياط ترشف اكتر، هبدأ اعمل عملية مس. شغل كده على نظافة على مية بيضة بالصلاة على النبي. هنا اهوت ما تخافش على ايدك، مفيش حاجة معدية ولا حاجة. اغسلك بس بالصابون، عايز تلبس جوانتي ماشي، عايز تغسلك بالصابون ماشي، كل واحد حسب راحته في الشغل يعني. اهم حاجة حاسب على بق الفرد بالراحة وحاسب على عيبه. سمي الله كده، تمام بس كده خلاص. هو ياخد يومين كمان زفوركس وشكرا على كده وبالشفاء ان شاء الله. وبكده نبقى حولنا الإصابة المرضية بفيروس الجدري حولناها لتحصين. الفرد ده مش هيجيله الجدري تاني مدى الحياة، لانه خد اصبح عنده مناعة، وكون ان احنا عملنا المجهود ده وكوينا البصرات في اولها عشان ما ينشطش فيها ويتكسر فيها الفيروس بتاع الجدري وينتقل منها للدم، وبعد كده يرجع يحصل الفيماريا ويعم بقيه الجسم، او يحصل فيها عدوى سنويه نشاط بكتيري او تعيق الفرد عن الاكل. طبعا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين اهوت الفرد صحته كويسه جدا، وهتشوفوا برضو في المشاهد التاليه وهتشوفوا هو بياكل قدامكم. تمام وهوريكم برضو البصرات اختفت خالص. كل ده يعني دي يعتبر المرحلة الاولى من العلاج. تمام في اصابات متقدمة يبقى في تعامل تاني ليها، في الوقاية. تمام ان شاء الله اقول لكم على يعني انت ما يجيلكش جدري. الجزء دولت كان الفرد او الفرد ده كان جاله لان طبعا كان مفطوم بره، لا انت في طول ما في الطاجن او في المكان انت بتربي فيه ازاي ما يجيش جدري. بعيدا بقى عن استعمال الجاز، الناس بتحطه في ازاز بتحط نفتالين والحاجات ديت، لا في حاجات طبيعيه هتعملها ان شاء الله باذن الله. حتى لو حبيت تعملها في بيتك الناموس مش هيجي ناحيه الدور بتاعتك. تمام كل ده ان شاء الله واكتر في الفيديو القادم. بس اهم حاجه ان شاء الله الفيديو ده يعني نال استحسانكم ولا عليه اعجابات كتير. الفيديو القادم باذن الله اوعدكم هيبقى فيه يعني حاجات برضو حصريه بخصوص الجدري لو الاصابه متقدمه، وازاي اصلا تمنع الاصابه عندك. اتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم ويكون نال استحسانكم، وما توقفش معلومه عندك، شارك الفيديو عشان يوصل لغيرك، وانتظرونا في كل ما هو جديد ومفيد ان شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، نلقاكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.